قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. ما أحلى مزرعة الجد وحكاية تتجدد، ما أحلى مزرعة الجد وحكاية تتجدد. اشتقنا حقا يا جدي لقائك من بعد البعد، اشتقنا حقا يا جدي لقائك من بعد البعد. أهلا أهلا يا أحبابي بزيارتكم قلبي يسعد، أهلا أهلا يا أحبابي بزيارتكم قلبي يسعد. لكن يا جدي ما هذا؟ مهلا، هذا موم القرد وهناك ثعالب ماكرة تأتي للسرقة والصيد. لكن الحارس قمار يحرس ويراقب في جد. فلنستمتع بإجازتنا، هذا لا يزعجنا بعد. فلنستمتع بإجازتنا، هذا لا يزعجنا بعد. ما أحلى مزرعة الجد. ما زلتم جالسون هنا والمسابقة ستبدأ؟ جالسين وليس جالسون، خبر ما زال منصوب بالياء. خبر أو مبتدأ، المهم ما هي المسابقة؟ ها؟ صحيح يا جدي، ما هي المسابقة؟ مسابقة أفضل فطيرة في المزرعة. فطير وعجن وخبز؟ لست مهتمة. ولا أنا. حتى لو عرفتم أن الجائزة ستكون الحصول على أي شيء تطلبونه؟ ها؟ هل هذا يعني أنني سأتمكن من الحصول على حاسب اللوحي؟ ها؟ وأنا أيضا؟ بالتأكيد إذا كنتم فائزين. ها؟ هل هذا ينطبق على هواتفنا الجوالة يا أبي؟ بالطبع. وماذا ننتظر؟ هيا بنا. نحن قادمون أيتها الفطائر. سيكون على كل منكم إعداد فطيرة بالعسل. وماذا عن استخدام الموقد للصغار؟ لا تقلقي يا عزيزتي، سأقوم أنا بهذا الدور وسيساعدني مومو، أليس كذلك؟ والآن ابدأوا بجمع القمح وطحنه لعمل العجين. يا رفاقي، ماذا وراءك يا ثعاليب؟ المزرعة، إنهم يصنعون فطائر شهية وأنا جوعان ولم آكل منذ 3 أيام. إذا اقتربنا من هذه الفطائر سوف يصنعون منا فطائر بالثعالب. لا تكن متشائما، سندخل ونأكل من الفطائر، بل وسيعطوننا المزيد. بالتأكيد هذا سيحدث، ولكن في الأحلام. سيحدث في الحقيقة. لدي خطة، هيا بنا. ستحتاجون للبيض أثناء الخبز. ابتعدي، هذه الدجاجة ليست مقتنعة بهذا الأمر. حصلت على بيضة، فقدتها مجددا. لن يكون الحصول على العسل سهلا كالحصول على البيض. لم يكن الحصول على البيض سهلا. والآن بعد أن انتهيتم من الخبز لنضع الفطائر في الفرن تمهيدا لتقييمها. فطائر الجميع تبدو أفضل من فطيرتي. لن أتركهم يفوزوا وأخسر أنا. أين الشطة؟ بالتوفيق يا أمي. بالتوفيق يا أبي. شكرا يا عزيزتي. أتمنى لك حظا سعيدا يا سعود. فطيرتي ستفوز وسوف ترين. مهرجي مهرجي.
مهرجة مهرجي. والآن وقت التقييم. من الشكل الخارجي وقبل أن أتذوق، الفائز هو دانا. ولكن يجب أن أتذوق لأحكم حكما صحيحا. أوف. ما هذا؟ حار جدا. كيف هذا؟ شيء ما أتلف فطيرتي. ما هذا الطعم؟ رائع يا دانا. الفائزة هي مهرجة مهرجي. السيد مسعود من هيئة الزراعة، أهلا وسهلا. الزيارة بخصوص مسابقة الفطائر. انتهينا من تقييم الفطائر و... ها؟ هل تريد أن تذوقها بنفسك؟ إنها عصابة الثعالب، لقد سرقوا الفطائر. للأسف سرقوا الفطائر، لكن الفائزة هي دانا. فطيرتها شهية، وفطائركم حارة بشكل غريب. ما هذا يا دانا؟ هل أنت من وضع الشطة في فطائرنا؟ خفت ألا أفوز، فأردت أن أضمن عدم نجاحكم. الفوز لم يكن أبدا هو المهم، ولكن لابد أن يكون بشرف. أنا آسفة. حتى لو خسرت، يمكنك أن تتعلمي وتعودي للفوز لاحقا، أفضل من أن تربحي بالغش. لقد تعلمت الدرس. والآن نأكل الفطائر اللذيذة. لا أصدق أننا نجحنا أخيرا. ليتني لم أقل أننا نجحنا. اشتقنا حقا يا جدي لقائك من بعد البر. اشتقنا حقا يا جدي لقائك من بعد البر. أهلا أهلا يا أحبابي بزيارتكم قلبي يسعد. أهلا أهلا يا أحبابي بزيارتكم قلبي يسعد. لكن يا جدي ما هذا؟ مهلا، هذا موم القرد. وهناك ثعالب ماكرة تأتي للسرقة والصيد. لكن الحارس كومار يحرس ويراقب في جد. فلنستمتع بإجازتنا، هذا لا يزعجنا بعد. فلنستمتع بإجازتنا، هذا لا يزعجنا بعد. ما أحلى مزرعة الجد. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.